اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. موضوع النهارده موضوع سريع وموضوع بسيط، وهو تنبيه مهم جدا جدا علشان الناس اللي جايه السعوديه جديده، وبالاخص اللي بيقدم على رخصه يخلي باله منه. تمام. وانا بقدم رخصه، جيت في وقت في الامتحان النظري، عوزت اغير ميعاد الامتحان النظري، فقدامك طريقين ملهمش تالت. يا اما تروح المدرسه، وده بنسبه 99% اللي بيحصل، يعني تروح المدرسه وتطلب مثلا سواء تغيير الميعاد، او هم هيساعدوك مباشره مع خدمه العملاء اللي موجوده هناك، او يعني خدمه الايه المواطنين والمقيمين، الناس الموجوده هناك كلهم محترمين وما بيأثروش في الخدمه بصراحه ما شاء الله عليهم يعني. تمام. الطريق الثاني عن طريق الاكونت الرسمي على تويتر، وده هتعرفه من الويب سايت الخاص بالمدرسه اللي انت مقدم فيها، زي مثلا ده التخصصي السليه، مش عارف في المدارس اللي هي الايه في كل محافظه يعني. طيب ايه بقى المشكله يا عم وليد؟ دلوقتي انا كان عايز اغير الميعاد، ف يعني بصوا هي جت من عند ربنا كده يعني. انا دخلت على تويتر على اساس ان انا ادور على مدرسه داله التخصص، فبيجي لك اكونتات كتير، والاكونتات معظمها بيبقى عليه علامه اللي هي الزرقاء دي، بتبقى فيريفايد، خلاص دي ممكن تشتريها بالمناسبه يعني. طبعا بس ما خدتش بالي يعني الا متاخر. دخلت على الاكونت، ايوه ده اكونت المدرسه والخدمه اللي انت عايزها هنعملها لك، ماشي. فضلت متابع معاهم، طب انا دفعت الايصال اهوت وبتاع، طب الميعاد ده ممكن يتغير؟ ايوه. طب ازاي؟ انت وريني بس الايصال، الدفع اللي انت عملته، وريني المبلغ اللي انت دفعته، والحاجات دي كلها. لحد ما شو بقى الكارثه بقى، ويعني اتمنى الفيديو ده كل الناس تسمعه وتشيره، لحد ما باجي بقى في ايه؟ في المرحله الاخيره اللي هي مرحله الدفع. ما انت مش هتاخد خدمه ببلاش، ماشي؟ طيب مرحله الدفع دي ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبقى معاك طبعا الفيزا، تمام؟ دي مش فيزا بس يعني ايه، عشان ايه البيانات اللي فيها. خلاص بتيجي انت، يقوم باعت لك رابط، واخد بالك، ويقول لك حط البيانات بتاعه الفيزا، ومش كده وبس، ده انت تحط كمان الثلاث ارقام اللي بتبقى على ظهر الفيزا بتاعتك. طبعا لو انت على نياتك ومش واخد بالك، هيقوم واخد الداتا بتاعتك دي ويعمل بقى طلبات شراء ويحول، وبصوا ممكن يسحب الرصيد اللي في الفيزا ده اصلا في لمح البصر. طيب قدامك طريقين بقى، اولا ما تمشيش ورا الروابط دي خالص ولا الاكونتات دي خالص، لازم تعرف الاكونت الرسمي بيبقى فيه يوزر نيم كده، وهم حاطينه على الويب سايت، هو ده الاكونت الوحيد الرسمي. وينصح ان انت يعني ما تتابعش الحاجات دي اونلاين، روح المكان المدرسه وهم هيحلوا لك المشكله بتاعتك. خلاص. الحاجة التانية، علشان تعمل تشيك على أي رابط، على أي رابط، تمام، هتختار الصفحة اللي أنا فاتحها لك دي كده، دي على جوجل كروم، ماشي. اوبن نيو تاب اللي هي اللي اسمها انجيكو دي، مش عارف أقراها بصراحة، تمام. دي كده إيه يعني، عارف أنت، صفحة كده بعيد عن حسابك وبعيد عن بياناتك، وحط فيها الإيه اللينك ده، هتعرف اللينك ده فيه إيه بالظبط، هيطلع لك إن هو إيه طالب كل البيانات بتاعت الفيزا بتاعتك. لو انت ما خدتش بالك هتخسر خساره كبيره جدا. طبعا انا بكلمكم في الموضوع ده ليه؟ عشان انا يعني ايه قلت بلغ والناس تخلي بالها، وما يقعوش في الموضوع ده لما حد يكون جاي جديد ويخلي باله، سواء هنا او في اي بلد يعني، ما ينفعش، عشان ما نضحكش عليك بس. خلاص. ربنا يبعدنا عن الاخطاء اللي بتزعل دي يعني، وتخلي بالكم، ربنا يوفقكم. وما تنسوش رابط الصفحه بتاعت اللي جوجل كروم دي، اي لينك في اي مكان ممكن تعمل تشيك عليه من خلال ده. وبيانات الفيزا ما تحطهاش في اي موقع كده وتسيبوها وخلاص، لا، خلي بالكم عشان الحاجات دي بتزعل قوي. ماشي، سلام.